في يا حمار فيه انت في نص رمضان بس شكله حلو قوي. بس انا ما عنديش فلوس رمضان العب بيه. انا هروح اقول لبابا هو هيجيب لي في نص رمضان. كل سنه وانت طيب يا حاج ورمضان كريم عليك. كل سنه وانت طيب يا ولية، انت هتموتينا الله يخرب بيتك، الشعب كلها تراب. ايه بس يا ماما، حرام عليك مش عارف اخد نفس. تصدقوا بقى ان انا غلطان ان انا بنضف لكم الشقه عشان لو عصرنا حتى في رمضان تبقى الشقه نظيفه؟ تنضف لنا شقه ايه بس يا ماما؟ ده انت مش هتنضف لنا الشقه، ده انت هتموتينا في الشقه كده. انا اصلا تعبت معاكم، انتوا دايما كده صالميني ما بتفهموش اللي انا بعمله لكم. ما بنفهمش. الله يا بنتي. لا طول عمرك سيطره يعني يا حاج. انت عاوز الناس اصلا ما بتقدرش حاجة، انت يا بنت يا زفت. الله يخرب بيتك، كل الصوت والخبط والرزق اللي على الصبح ده وما حسيتيش بأي حاجة ولا صحتي؟ يا رب مخليك يا جاموسة، اصحى يا بنت. فيها يا ماما، انت يا بنت ما بتحسيش يا بنت، كل الدوشة والصوت اللي على الصبح ده ونايماني دلوقتي لحد الساعة 2. صوتي بس يا ماما انا مالي. انا قلت جابوسه ما حدش صدقني. عاوزه مني ايه بس يا ماما؟ قومي يا بنت يلا عشان نغسل سجاجيد البيت ده كله، عشان ابوكي عازم عمك اول يوم رمضان وعاوزين بيتنا يبقى نضيف قدام مرات عمك الصفرة دي. ايه سجاده ايه بس يا ماما؟ ده كتير قوي، ما توديه المغسل. نعم يا امك، انت عايزين اقول لابوكي هات فلوس عشان نغسل السجاد؟ ده كان طلقني فيها. قومي يا بنت يلا قدام. حاضر يا ماما حاضر. اي ماما اتفاك يا بابا يا حبيبي. بابا حبيبي حتى انت اتعلمت منهم، اخلص يا عبقرين وقول عاوز ايه. بص يا بابا يا حبيبي، العيال كلهم في الفالع كانوا في نص رمضان وبيلعبوا بيه وانا نفسي معاه في نص رمضان. لا رمضان ده يا حبيبي بنصوم فيه بنصلي فيه كده يعني. ما تاني النافي الكبيره اللي فاك يا بابا، انما انا لفه فخايه اللي كان في نص رمضان. انا قلت اللي عندي. هو انا بقى طلصوم للعسل يا بابا عشان اصوم للمغرب؟ وانت حر بقى ما تصومش يا عبقرين. يو بقى يعني انت مش هتجيب لي فانوس رمضان؟ ولا فانوس رمضان ولا فانوس شعبان، يلا امشي من وشي. ماشي، انت اصلا اب ظالم. اب ظالم يا ابني. مالك يا عبقرين؟ عامل قلق ليه وقاعد تعيط؟ عشان بابا مش عاوز يجيب لي فانوس رمضان والعيال كلها في الفلع جابت فانوس رمضان الا انا. طب خلاص يا حبيبي ما تعيطش. كبير انت في نص رمضان صح؟ ادخل النيش جوه هتلاقيني عينالك في نص رمضان اللي فات، هات قول عب بيه. رمضان اللي فات بس يا ماما، ما هو اتكسر وباظ وبعدين بقى اتيه. ما هو احسن من مفيش يا عبقريب، يلا اجري. ماشي، انت اصلا ما بتحبنيش. يعني انا كده مش هجيب في نص رمضان؟ بس كده هو المكان ده كده حلو قوي. بس كده لسه ايه بقى؟ لم علينا عبيتك يا رب، لم علينا عبيتك يا رب، يا رب تنسقنا يا رب، يا رب تنسقنا بالحلال يا رب. قلب 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 قلب، بنبيع بربع الثمن النهارده، قلب 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 قلب. ايه ده؟ ده محل هدوم جديد فتح هنه ولا ايه؟ أما أروح أشوف. هو المحل ده جديد هنه ولا ايه؟ أنا لسه أول مرة أشوف. أيوه عشان أنا لسه فاتح المحل ده النهارده، وحظك بقى إن أنا النهارده ببيع بربع الثمن. يعني لو اشتريت الحاجات دي كلها اشتريها بربع الثمن. ايه ده؟ بجد؟ طب الجلابيه البيضه دي بكام؟ الكلابيه دي بقى بتاعت بابا. لا بابا ايه كده مش هيشتريها. الكلابيه دي بقى كام من السعوديه؟ بص الكلابيه دي عامله 750 جنيه، هات 70 جنيه وخدها. 70 جنيه بس؟ وين اشتريت؟
افتضعت شكلها تحلو وبتلعب. قلب 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 لم علينا عبيتك يا لب بنبيع بربع الثمن. لسه في حاجة تانية يا ماما؟ شوفي كده الجيران لو عندهم سجادة عاوزين يغسلوها تقولي بالمرة. الله بتشتغل روح ما بتتلمضي يا ام سيريني انتي. يلا يا زفت انت عشان تروح مع امك السوق. لا يا حاج ابنك ده سوقت وحشة وكان هيموتنا اخر مرة. خلاص انا هاجي اوصلكوا وخديه معاك هو يشيل الحاج. ما هو انا الشهاد بتاعك. حاضر يا بابا هقوم اجيب الراجل معاك. ايه ده؟ اجي معاكم انا بقى دلوقتي يا ماما وانت غسله كل هدومي. انت بتعمل حجه يعني عشان ما تجيش. لا الهدوم كلها اتغسلت ولمتها وحطيتها عندك في الدولاب. دولاب ايه؟ مفيش حاجه في الدولاب. ازاي يعني مفيش حاجه في الدولاب؟ ايه ده؟ الهدوم راحت فين؟ انت بتسالين انا يا ماما؟ الحقنا يا حاج احنا اتسرقنا. الهدوم اتسرق. ايه؟ اتسرقنا؟ هدوم؟ اتسرقنا ازاي يعني؟ الحرامي ما سابش الا دي. طب اشمعنى بقى الحرامي سرق هدوم البيت كله وساب هدوم عبقرينو؟ ايه الحرامي ما عندوش عيال صغيره؟ صح هو فين عبقرينو؟ عبقرينو انا شفته وهو نازل من شويه وشايل شنطه وسالته ايه ده عبقرينو؟ قال لي انا رايح ارمي الزباله. عبقرينو ارزقنا بالحلال يا رب. الله بالله بالله بالحق قلت له الهدوم مني قبل ما تخلص بنبيع بربع الثمن. ايه ده يا دي عبقرينو انت بتعمل ايه؟ انت فتحت محل هدوم ولا ايه؟ وفين ماجد اخوك؟ الله الواد ده صاحب ماجد اخوي كده راح تفتحي هيقول له ان هو سافني وان انا بعت الهدوم. ايوه احنا فتحنا محل هدوم كتير. بقول لك ايه؟ خد تهتية ليك احسن من اللي انت لابسها دي. بس اوعى تقول لي ماكي تخيل ان انت شفتني. تصدق جامده يا دي عبقرينو خلصان وانا مش هقول لحد ان انا شفته. هيكون راح فين يعني؟ هو عبقرينو يعرف ايه هنا اصلا؟ طب كل واحد فينا بقى يدور في حته. يلا ايه ده يا دي يا ماجد رايح فين؟ انت اللي رايح فين؟ انا بدور على عبقرينو اخويا ما شفتوش. وبعدين ايه ده؟ مش البتاع اللي انت لابسها دي بتاعت ابويا؟ عبقرين اخوك مع عبقرين اخوك واقف على اخر الشارع في محل الهدوم الجديد بتاعكم وهو اللي اداني دي هديه من المحل الجديد. ايه محل هدوم؟ يا ماما يا بابا انا عرفت مكان عبقرينو. تعال افطى بقى ده كده مش هنسفل فانوس واحد ده انا هنسفل محل فوانيس كامل. يا نهار اسود الساعة 10 الصبح كده متأخر على العزومة. يا ام ماجد انت يا وليه؟ لا يا حاج ما تقوم يلا يا وليه عشان انا متأخر على العزومة. عزومة ايه يا حاج؟ انت شارب ايه يا وليه انت؟ انا مش قايلك بقالي اسبوعين ان ابويا عازم العيلة كلها واحنا كمان معزومين النهاردة. ايوه صح يا حاج حاضر هقوم اهو. يلا قومي جهزي نفسك انت والعيال انا مستنيكوا تحت. حاضر. افطى بقى ده اللعب هيبقى كامل قوي. يا طلع اول كيس ده هيبقى من مسيب مين؟ يا ولاد الكلب. ايوه بقى عبقرينو يا جامد يا نشيل يا جامد. دلوقتي الكيس ده من مسيب الحمار اللي واقف هناك ده. اديله يا عبقرينو يا جامد. ودي عبقرينو. ايه ده؟ ماما يلا الاسود. نعم يا ماما. ايه ده انت بتعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ انا بلعب تمارين الصباح يا ماما. تمارين؟ تمارين ايه بس؟ يلا تعالى عشان انا مروح عند جدك معزومين هناك النهارده. لكبت يا ماما وهلعب مع الكاموسه والبعله اللي هناك بتاع كبته. ايوه يلا قوم يا زفت انت يلا اخلص قوم. كفايه بس يا ماما مصحياني بدري كده ليه؟ اخلص قوم يلا عشان معزومين عند جدك في الارض النهارده. يا ماما يعني هو انا لو ما جيتش العزومه مش هتتم ما تروحوا انتوا؟ انت هتقوم يلا انت ولا اندهلك ابوك؟ يا حاج خلاص خلاص انا قمت اهو يا ماما انا اصلا في الشارع. بقالي ساعة واقف في الشارع ابو ام التأخير اللي على الصبح. ما تيلا يا وليه انت بدل ما اطلع لكم. حاضر يا حاج نازلين اهو. ما تيلا يلا بقى يا قلب. ايه ده بقى؟ اشمعنى سايبين زكية هنا ومش جاية معانا؟ عشان عندها امتحانات اختك في ثالثة سنة ولازم تقعد تذاكر. الحمد لله يا رب أول مرة التعليم ينفعني في حاجة. روح أنت بقى وابقى سلمني على جدي. يلا امشي قدام بدل ما أبوك يطلع لنا.
والله يا حاجة الواحد لما بيجي هنا بيحس براحة نفسية كده كأنه روحي رجعت لي. ده كفاية شوية الهواء اللي أنا شاممهم دول بس. ترد الراحة بس يا بابا، ده أنا هرجع من الريحة. اسكت يا حيوان. والله يا حاج الهواء هنا يرد الروح. طب تعرفي يا حاجة وأنا صغير ياما لعبت عند البير بتاع المية ده، وكنت هقع فيه مرة وأنا صغير. يا ذكريات. يا حاج، ما انت حكيت لي قبل كده. بدأنا فكرة ذكريات كدابة بقى. طب معاكوا ربنا انتوا بقى. يا رب ايه الملل ده، انا كده هتشل. يا رب عدي اليوم ده على خير بقى. ايه ده؟ وربنا حمار الجدي اسرع من حمار الجدي. يلا يا عم روح، ده حمار الجدك دي فسكنة ما بتقدرش تمشي، وربنا حمار الجدي اسرع من حمار الجدي. فسكنة ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده. ايه ده يا ابني، انت هو انتوا بتتخانقوا على ايه؟ ايه ده ماجد، انت فين يا ابني، من زمان ما بتجيش ليه؟ يا عم انا ما بحبش اجي هنا عند جدي اصلا، انا جاي غصب عني عشان جدي عازمني. طب كويس انك جاي، تعال احضرنا يا عم. المعلم ده بقول حمار الجدي الفسكنة اسرع من حمار الجدي. ايه يا ابني انت، هو اللي انتوا بتقولوا ده ولا انت ولا هو؟ طبعا حمار الجد ده مثلا. قابل يا عم، ده بيقول لك حمار الجد بس. حلو قوي، احنا كل واحد فينا يروح يجيب حمار الجد ونطلع نسام ونشوف مين اللي هيكسب. قشطه، نتقابل هنا بعد ساعه. ايه ده يا ابني انت، هو استنى انا بهزر. دول صدقوا اعمل انا ايه دلوقتي، انا جد اصلا ما عندوش حمار. انت يا ابني انت وهو. والقال هيجوا بعد ساعه، اعمل ايه دلوقتي؟ بس انا عرفت هجيب حمار منين ومين اللي هيساعدني اجيبه. بقول لك ايه يا عبكرين، ايه يا اخوي، ايه رايك تركب حمار؟ ايه ده بجد؟ الله، انا نفسي اركب حمار. بس هنجيب حمار منين وجدته ما عندوش حمار؟ ما انا عارف ان جدك ما عندوش حمار، احنا هنجيب حمير من عند الراجل جار جدك اللي بيبيع حمير اللي واقف هناك ده. بس احنا هنستلم منه حمار ازاي واحنا مش معانا فلوس؟ يا غاب، احنا مش هنشتري منه حمار، احنا هنسرقه نلعب بيه شويه ونرجعه. وهنسلقه منه تات ساعه يا عم، بشوف عامل ازاي شكله يخوف. لا انا خايف. ما تخافش، انا مظبط كل حاجه. انت هتروح تلهيه وانا هروح اسرق حمار، وبعدين استناك على اول الشارع تخلص وتجيل. ايه اتفقنا، يلا بينا. حد الحاني. ليك لحد الحاني. ايه ده في ايه؟ ايه ده يا حبيبي، مالك في ايه؟ ليك لي يا عمو، دخل فيها شكرا، انا باكل. طب قوم كده وريني، قوم. لا يا عمو خلاص، هي بقت كويسه فكرة. الحمار راح فين؟ الحمار بتاعي اتسرق. سرقنا منه الحمار. ايه ده؟ هو ماجد اخويا اتحك عليا وخد الحمار ومشي؟ وربنا لو قليك. الحمار بتاعي اتسرق، اعمل ايه دلوقتي؟ يا عمو انا عارف يا عمو مين اللي سلق الحمار بتاعك. بجد؟ هو مين؟ وريهولي بسرعة. اخويا هو اللي سلق. تعال انا هديك لبابا وما تقول له. يلا بينا بسرعة وربنا ما يسيب. تعال اركب وراي. جاهزين؟ انا هوريك حمار الجد هتعمل فيك ايه، ولا هتعرف تعمل اي حاجة. حمار الجد اللي هتكسب. يلا جاهزين؟ اهو يا عم، بابا وماما واقفين هناك اهو. طب استناني هربط الحمار وجاي وراه. ايه ده؟ في ايه يا عبكرين؟ ابنك اللي معرفتش تربيه سرق الحمار بتاعي. ايوه يا بابا حصل، وانا شفته وهو بيسلقه وقال لي ما تقولش لحد يا عبكرين. ايه؟ اتفضلي يا ست هانم، شوفي تربيتك، حرام احميه. ده يوم ام اسود النهارده، وربنا ما انا سايباه هروح له بايه ده. كده ربنا يعوض عليك في الحمارين يا حاج.
اسرع حماره حطيت عليكم. ايه مالكم تنحين كده ليه؟ عرفتوا بقى ان انا اقدر احط عليكم ان حمارتي هي اسرع حماره؟ ايه يا ابني انتوا مصدومين كده لو بتشاوروا على ايه؟ ماما تعالي. ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه. ست الحبايب يا حبيبه. ايه يا وليه انت فيه؟ عامله قلق على الصبح ليه؟ صباح الفل يا حاج. النهارده ده يا حاج ما يفكركش بحاجه؟ هيفكرني بايه يعني؟ يوم زي بقيه الايام. يوم زي بقيه الايام بس ايه يا حاج؟ النهارده عيد الام. عيد الام؟ يا قلبت عليها المواد. الله يرحمك يا ام. الف رحمه ونور تنزل عليك يا غالي. الله يرحمها يا حاج، بس مش موضوعنا برضه. جو عيد الام ده مش جاي معاك بحاجه؟ ايوه عاوز ايه يعني؟ يعني بيجي فيها هدايا للامهات يعني يا حاج، ويتقال لهم كل سنه وانت طيبه. ايوه دي للامهات. انت امي ولا مراتي؟ ايوه اقول كده بقى انك ما بقتش تحبني. فين كلامك زمان اول ما عرفتني ان انا امك وصاحبتك وحبيبتك وكل حاجه؟ قولي انك ما بقتش تحبني كده. ماشي وربنا ننكد عليك سنه قدام. انا عربيتي اصلع عربيه واسبقكم كلكم. كله وسع كله وسع. وادي عبقرين. نعم يا ماما. ادخل اقعد العب في اوضه مجد اخوك لحد ما تصحي. بس اقعد قول ان انا اللي قلت لك. حاضر يا ماما. بيب 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 بيب. اطلع بره يا عبقرين، انت احسن ما قابلك مش عارف انا. انا مال انا، انت مش تحقق لي ليه؟ ماما يلا قالت له والله. يا ابن الموكوسه. طب اطلع بره احسن لك يا عبقرين وربنا يا امي. حاضر حاضر. يلا يا عربيه. ايه ده انت بتتكلمي جد؟ ابنك جاب لك سلسله دهب لعيد الام، وابن اختك كمان جاب لها الفرن الكهرباء اللي طالع جديد. يوبا الواحد مش عارف ينام في ام البيت ده شويه. فماما انت سايبه البيت كله جاي تتكلمي هنا؟ طب ماشي يا حبيبتي سلام. انت دلوقتي ام شوف نجلاء جارتنا محمد ابنها جاب لها سلسله دهب لعيد الام، واختها ابنها جاب لها الفرن الكهرباء اللي طالع جديد. عيد الام وعيد الام جه، وكمان مش عارف عيد الام جه ولا لا. لا طبعا يا ماما ده انا بهزر معاك. قولي كده بقى، عشان كده عامله قلق في البيت من الصبح عشان تصحينا، وخليت عبقرين اخويا يدخل يلعب في الاوضه عشان يصحينا. انا يا ابني ها جايب لي ايه بقى في عيد الام؟ ويا الحاجات دي برضو بتتقال يا ماما، دي بقى مفاجاه. انا طول عمري اقول ماليش في البيت ده الا ما اجيب ابني حبيبي. يلا سيبك تنام بقى وترتاح يا حبيبي. انا مرتاح ايه بس اللي انا عملته في نفسي ده؟ ده اقل هديه اليومين دول ب 500 جنيه، اجيب لها هديه انا منين؟ وانا كل اللي حلت 50 جنيه بس، اعمل ايه بس دلوقتي يا رب؟ انا ليه ما قلتلهاش ان انا معيش فلوس ومش هجيب حاجه، وزي ما تيجي تيجي بقى وتعمل اللي تعمله. بس هو مفيش غير بابا اللي الجاله في المواقف اللي زي دي. عم العلم وسيد الناس. انجز عاوز ايه؟ طب وربنا برنس قاعد، وضعك يسمح لك. اخلص ارغي. طبعا انت ربيتنا على الاصول، صح ولا لا؟ صح. طب ينفع بقى عيد الام يجي وما اجيبش الام هديه في عيد الام؟ لا ما ينفعش. طب شفت بقى انت قلت بنفسك اهو. انت عاوز فلوس اجيب لها هديه بقى. على فكره ينفع عادي. نعم. وطالما فيها فلوس يا روح امك يبقى ينفع عادي. يا بابا ما تهزرش بقى، وربنا ما معايا فلوس تكمل. عاوز فلوس عشان اجيب لها هديه عيد الام. كلمه كمان والحزام هيفرقع على وشك. يا بابا اسمعني بس. اعمل انا بس دلوقتي؟ مفيش معايا غير ام ال 50 جنيه دي. وربنا ابن حلال مصفي، جيت في وقت. ايه يا زميلي عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت اللي عامل ايه؟ زي الفل يا زميلي والله. بص بقى يا عم، انا كنت محتاج 200 جنيه سلف منك، واول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول والله. 200 جنيه بحالهم؟ ليه هتعمل بيهم ايه؟ بص يا سيدي، انا معايا 50 جنيه هكمل عليهم عشان اجيب هديه لامي في عيد الام.
وعيد الام ده يطلع ايه بقى؟ ايه يا عم انت ضايع؟ عيد الام ده يوم بيجي كل سنه يوم 21/3، كل الناس بقى بتجيب لامهاتها هدايا فيه ويقولوا لها كل سنه وانت طيب. يا نهار اسود، ده انا عمري حتى ما جبت لامي بصله في اليوم ده. لا ده انت ضايع خالص. المهم يا عم هتسلفني الفلوس؟ والله يا زميلي معزوم عنك، بس انا مطرود من الورشه بقالي اسبوع وربنا ما معايا غير 5 جنيه في جيبي طالع افطر بيها على القهوه. تاخدها يا عم؟ غربه انا ضيعت وقت معاك ليه اصلا؟ لعن ام عرفتك. طب يا عم تزوقش يا عم سلام كده. كل البيبان اتقفلت في وشي، مفيش قدامي غير حل واحد، ان انا اروح محل هدايا واشوف اي حاجه بقى يكون شكلها كبير وبال 50 جنيه دي. ايوه هو المحل ده شكله حلو قوي، انا هشتري منين؟ اتفضل يا باشا اتفضل يا حبيبي، نورت المحل. ايه ده نورك والله. نورني يا باشا، طلبك ايه؟ بص هو انا معايا 50 جنيه وكنت عاوز هديه اديها لامي في عيد الام، تكون شكلها كبير قوي بس تكون بال 50 جنيه دي. انت عارف لو جيت هنا تاني يا ابن الصرمه؟ لو شفت وشك هنا تاني هعلقك على الباب. يا رب تبقى عامل ايه دلوقتي؟ كل محاولاتي فشلت. هو انا لو ما جبتش لامي هديه النهارده مش هقعد في البيت. ايه ده؟ ده كده زي الفل قوي. ام محمد هتفرح قوي النهارده، انا هقوم اروح. قول لي دي فلوس؟ حسنا ليلة تمنع بلاوي كتيرة. حاجة لله يا محسنين، ارضيني بأي حاجة، ربنا يرضيك، ربنا يصلح حالك يا باشا. حاجة لله يا محسنين. كل دي فلوس؟ ده شغلانة الشحطة اللي طلعت بتكسب جامد أوي كده. أعرف أجيب الهدية لماما برضه؟ قافل تليفونه؟ ماشي هبقى يجيلي، بس ده يوم صوت النهارده، انا هنزل اشتري الحاجات بنفسي. ماشي انا هربي ما يجيلي، خليني انزل اشتري الحاجه بنفسي. ايه ده؟ الراجل ده شكله غلبان وراح اديله اي حاجه. يا نهار اسود ماما، رحت في ده. يعني ده شكله راجل غلبان، خد يا حاجه. لا 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 مش عاوز، مش عاوز يا حاج. يا لسه في شحاتين نفسهم عزيزه كده، خد بس يا حاج ما تتحركش. شكرا يا حاج، والله مش عاوز مش عاوز. والله هتاخد مني ما ترجعش ايدي بقى. الحمد لله ما عرفتنيش، ده انا كنت هروح في داهيه. يا ترى ادتني كام؟ نص جنيه يا ماما، وده اتحسب لك بكام حسنه ده؟ ده كده فل قوي، وهجيب الهديه وهيفضل معايا فلوس كمان. انت تاني؟ ده انت يومك اسود. ايه يا عم في ايه؟ انا جاي اشتري بفلوسي. اتفضل يا باشا اتفضل مكاني. كده حسابك كام؟ كده كله 270 بس، لو احتجت اي حاجه يا باشا محلك بعد كده تنور لي في اي وقت. خد وخلي ده عشان، بس استنى انا مش هعرف امشي في شنطه الهدايا دي كده في الشارع. بص حطها لي في اي شنطه زي شنطه المدرسه وانا هشيلها على كتفي. اتفضل يا باشا. كده جبنا الهدية وعناها في الشنطة ونروح نديها لماما بقى. يا ابن الحرامية